باش ما نبقاوش نغلطوا، لربما نوصلوا اننا نخصص جهات. كيف انت مثلا البصله مش ما انتجناش، نتجت بكثره في منطقه في موسم وخزنت. لا وكاينين جهه اخرى اللي دارت نفس المنتوج وما تباعش، كي جا العام طيشوه والعام كي جا جديد ما نتجوش، هذو ما نتجوش والاخرين نتجو شويه، سي بور سا. اذا حتى هو التخطيط والتخصص وزيد الخبره، هو يعطيك الخبره، هما يخمو يقول لك هاوش راه لازم نديروا هاوش ما نديروش. بالنسبه لمجلس التجديد الاقتصادي هل عنده ادوار في الاليه الفلاحيه في الجزائر ولا لا؟ لا قطع عنده خصوصيات تاعو يا استاذ المحترم، ما نخلطوش فين هذا ما يقدرش يبت في الامور الفلاحيه. وكبير يضرك مثلا الموز، يقال بلي انا كنت فيه تجارب في جيجل ونجحت، على ما نعموش يا سيدي، على ما نعموش. هل مثلا غدو اذا انتجنا هذا النوع من المنتوج راح يكون فيه عنده تاثير على البيئه مثلا؟ هذه الاسئله ماكش انت اللي تطرحها، خطيره. هذه تاع خبراء، هذا كما يقولوا اهل الكفاءه هما اللي قادرين، اهل التخصص هما اللي يعطوا. وزيد نقول لك بكل صراحه، نعم، ما كانش واحد يعرف الزراعه الجزائريه احسن من الفرنسيين، لان هاي نقولوها بصراحه. ولكن اغلب الاطارات تاعنا وين تكونوا؟ وين داروا الدكتوراه تاعهم؟ الاغلبيه انا من خويا اللي راهو مهندس فلاحي، وين دارها؟ دارها في تولوز. تولوز معروفه بهذا بالاختصاص هذا، بالاختصاص تاع الزراعه. علاش عندنا ولا بابزوان ولا بابزوان نيريك الاستثمار الاجنبي؟ شوف الاجنبي ما يجيكش، هو بالنسبه لي سوق، فهمت ولا؟ سوق ما يجيكش، ديروا واش دير، تعطيله حتى الامتيازات اللي تحب، وقتها يجيك الا في حاله لاعتبارات سياسيه، انه هو يحكمك وانت بالنسبه لي حليف استراتيجي. يعني نقول لك ما يجيكش الا في حاله واحده تكون حليف استراتيجي معاه، في امور سياسيه مش في امور اقتصاديه. وعدنا اكثر من مثال. نعم عدنا، ولكن يا استاذ نعم بدل صح، هل استغلنا كل الطاقات الوطنيه غير مستقله؟ صح. هل الاطروحات اللي موجوده في المعهد نتاعنا هل تم الاستعمال تاعها ولا موجوده في الرفوف؟ نعم موجوده في الرفوف. سي سامبل وقادرين يا استاذ. راني نقول لك معليش يا سيدي، نشرع وكي ما نقدروش نجيبوا الناس. قال اخويا علمنا صح، كاين حلفاء كيما مثلا روسيا حقت الاكتفاء الذاتي في بعض الاشياء ومستعده باش الأشياء تعطينا دعم كبير في مجال قطاع الحبوب، ولكن احنا اللحوم تاعنا ايش لحوم تاعهم؟ لازم نفهم، لازم نفهم. لا نتكلم في الحبوب. نعم مش قلت لك يعني اذا احنا عندنا خصوصيتنا. ونقول لك شكون يخرجنا من الازمه هي الهضاب العليا. غادي نقول لك بصراحه